اهلا بيكم معانا في قناه اكله ترندي. النهارده هنعمل لكم لحم بغدا دايب زي ما حضراتكم شايفين، ورز بالخلطه معاه. هنبدا نتبل الفغدة. انا هنا مستخدمه فغد خروف استرالي، ممكن نستخدم فغدة اي نوع خروف. هحط ورق فويل كذا طبقة وورق زبدة كذا طبقة، ودي الفغدة اللي انا هستخدمها ان شاء الله. هبدأ اخرم الفغدة على قد ما اقدر عشان التتبيلة تدخل جواها. طبعا لو عملنا التتبيلة دي قبلها بيوم هيكون احسن. ممكن نخرمها بشوكة او بسكينة. هنستخدم كوباية بصل مفروم، معلقة فلفل اسود، معلقتين سبع بهارات، تلات معالق ملح، كوباية خل. طبعا الخل بيساعد اللحمة انها تبقى دايبة. وهنبدأ نتبل الفخدة كويس من كل جهة. انا هنا هستخدم جزر مقطع مكعبات او اي قطعة تحبوها، وكرفس، وبصل، وهبدأ اقفل على الفخدة كويس. هنقفل ورق الزبدة الاول وبعدين ورق الفويل. هنحطها في الفرن درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، وبعدين نهدي الفرن درجة حرارة 150 لمدة ساعتين. في حل على النار هنحط كوباية زيت زيتون، وبعدين نضيف عليها نص كيلو لحمة مفرومة. دي عشان نعمل خلطة الرز، ونقلب لحد ما اللحمة تتعصج. هنضيف معلقة فلفل اسود، معلقة بهارات سبعة، ونقلب كله لحد ما يتختلط باللحمة كويس. هنضيف كوبايتين ونص رز. انا هنا استخدمت رز بسمتي ونقعته قبلها بساعة، ونقلبه كويس.
هنضيف معلقة كبيرة ملح، نضيف عليه المية المغلية لحد ما نغطي الرز. بعدين هنغطي الحلة ونسيبها تغلي على النار كويس، وبعدين نهدي عليه لحد ما الرز يتشرب المية ويستوي زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نغرف الرز بالخلطة، زي حضراتكم شايفين الرز مفلفل وطعمه حلو قوي. هنحط الفخذ عليه والخضار اللي كان معاها، الأكلة دي حلوة قوي تنفع في أي عزومة، في العيد، في رمضان، واللحمة بتبقى دايبة خالص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أشوفكم في أكلة جديدة. مع السلامة.